اشتباكات في الساعات الماضية بشكل داري وعنيف، وما زالت هناك اشتباكات بين وقت وآخر في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، خاصة بلدة القرارة التي يتمركز بها الجيش الإسرائيلي بشكل كبير حسب ما علمنا من المصادر. وبالتالي خان يونس تتعرض أيضا من الدبابات الإسرائيلية قصف لهذه المناطق بشكل عنيف. الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت أكثر من منزل منذ صباح اليوم. هناك مناطق في مدينة خان يونس أخلت بشكل كبير، خاصة مدينة حمد السكنية في غرب مدينة خان يونس، تم إخلاء هذه المدينة السكنية بشكل كبير. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية فعلا عسكرية، ربما في الساعات والأيام القادمة تتضح الصورة والمشهد ما سوف يجري في مدينة خان يونس من توغل بري في عمق هذه المدينة. أيضا في رفح محمود هناك استهدافات من الطائرات الحربية الإسرائيلية، هناك أيضا المدفعية الإسرائيلية ضربت منازل المواطنين بشكل عنيف ومركز في الساعات الماضية. أيضا في المناطق الوسطى غدير البلح وخان يونس ومخيم النصيرات كانت هناك أيضا غارات إسرائيلية على هذه المخيمات بشكل كبير، استهدفت منازل، هناك عدد كبير من الضحايا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. أيضا في مدينة غزة في جنوب هذه المدينة وشرقها، حي تل الهوى، حي الزيتون، أيضا في حي الشجاعية، حي التفاح في شرق مدينة غزة، هذه الأحياء تتعرض إلى الكثير من الغارات، إلى الاستهدافات من الدبابات الإسرائيلية. في مخيم جباليا في المنطقة الشمالية لقطاع غزة الطيران الحربي قبل قليل قصف عمارة سكنية، وهناك أعداد كبيرة من الضحايا والإصابات في تلك المنطقة. أيضا الدبابات على مشارف مخيم جباليا، على مشارف أيضا بيت لاهيا، تطلق قذائفها باتجاه منازل المواطنين. هذا عدا عن الاشتباكات التي تدور في محور الشيخ رضوان وأيضا في حي النصر بشكل كبير وعنيف حسب ما علمنا أيضا من المصادر في تلك المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية عسكرية في كل المناطق، استهدافات من الطائرات الحربية في كل أنحاء قطاع غزة، لا يوجد شبر في قطاع غزة محمود بلا قصف إسرائيلي سواء من الطائرات الحربية أو من الدبابات الإسرائيلية. طيب لو نشرح للناس أحمد لماذا بلدة القرارة، يعني فكرة فصل الوسط دير البلح عن مناطق الجنوب، يعني هذا هو الخط الذي يسعى الإسرائيليون إلى فصله، لو توضح لنا أو للمشاهد الكريم هذه الزاوية. يعني محمود هذه المناطق الشرقية القرارة وخزاعة وعبسان هي مناطق يعني حدودية قريبة من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، لا تبعد أكثر من 2 كيلو عن يعني عن الشريط الحدودي، وبالتالي يسهل على الجيش الإسرائيلي التوغل منها، كما حدث أمس كان هناك دخول بشكل يعني انسيابي للدبابات الإسرائيلية، قطعت الطريق مع المناطق الجنوبية وتمركزت وقامت بقصف للمنازل في تلك المنطقة، دخلت من الجهة الشرقية من بلدة القرارة باتجاه شارع صلاح الدين. وأيضا حسب ما علمنا هناك تقدم للدبابات تحاول الوصول إلى شارع الرشيد من مخيم دير البلح، وبالتالي يعني هذه المناطق هي مناطق رخوة يمكن الدخول إليها بشكل سهل وانسيابي من قبل الدبابات الإسرائيلية. وعلما محمود بأن تمركز الدبابات الإسرائيلية الآن هو كان في السابق في الألفيديات كانت هناك نقطة للجيش الإسرائيلي أيام ما كان متواجدا الجيش الإسرائيلي بالمستوطنات الإسرائيلية التي كانت في هذه المنطقة، بالتحديد في هذه النقطة كانت هناك نقطة عسكرية تطلق عليها نقطة محفوظة، وبالتالي الدبابات الإسرائيلية عادت إليها من جديد وتمركزت في هذه النقطة. أحمد حرب من خان يونس، أحمد شكرا جزيلا لك.